طبعا حاسس ان انا بعمل حاجه فنيه، اكني بعمل تراث، وانا مبسوط ان انا بعمل فانوس. اول فانوس عملته سنه 2000، قعدت اسبوع اعمل فيه. انا رحت مدخل عليه الشغل اللي هو الفورم الاسلامي، بحيث انه شكله اسلامي 100%. انا شغلي شغل يدوي، فشغل يعني تخبطه في الارض حديد، انما الشغل اللي في السوق لو وقع في الارض بالطفل هتبص تلاقيه بقى حتت. الفلوس البلاستيك كله معروض في السوق، بس في ناس بتعرف تشتري وعارفه بتشتري ايه، وفي ناس بتشتري اي حاجه. فرق السعرين كبير، هتلاقي لك ان شاء الله يعني نسبه من الناس فاهمه الشغل بتاعك ومقدراه مهما كانت، حتى لو كانت نسبه قليله. في حاجه حصلت خلتني سعيد جدا، جالي زبون خد شويه الشغل وقال لي دول رايحين امريكا، هيروح للمصريين اللي في امريكا، عايزين يحسوا ان هم اكنهم في مصر واخدين قطعه من مصر. فانا طبعا سعدت جدا. ارتفاع الاسعار خليني اقلل الانتاج، ابقى خايف ان انا بقى اصرف كل اللي في جيبي، وممكن بقى الحاجه مثلا هتتباع بقى ولا ما تتباعش، فهضطر ان انا اقلل الانتاج شويه عشان اشوف السوق هيعمل معايا ايه. لان الفلوس اللي بقت معايا تخليني اعمل مثلا 300 فانوس، دلوقتي الفلوس اللي بقت معايا هتخليني اعمل 150 فانوس. بالنسبة لمسألة إن أنا أخاف مثلا إن الشغلانة دي مثلا تندثر أو بتاع، بيبقى في قلق طبعا أكيد. أنا لا، مش يعني مسألة إن أنا أسيب، أنا هفضل شغال فيها لغاية أخر لحظة.